نفسي وأنا بمجتمع عربي، يعني بنت ما بتشوف بأسرة محدودة المصادر والقدرات، ما كانتش الحياة سهلة، وفكرت إنه أحول هذا التحدي لتسهيل لغيري. ومنشان هيك اليوم أنا بشعر إنه كتير مهم دوري لتسهيل حياة أي طفل، مش بس ذوي احتياج خاص. قررت أدرس بمجال العلاج النفسي لأنه بحس إنه في كتير قضايا ممكن بتكون بسيطة جدا، وإذا صار تدخل صح حياة كتير ناس بتكون أفضل. يعني أنا قبل، نسيت، قبل 6 سنين يمكن 7 سنين هيك إشي، بلشت أركب خيل. رحت هيك زيارة لمحل خيل وطلعت على الفرس، كانوا الناس بأريحة اللي مسؤولين عن النادي الفروسية مترددين، وبعدين شافوا إنه زبطت وأنا حبيت الفكرة، قلت لهم خلص بدي أكمل. صار كل ما عندي فضاوة وإمكانية أروح أخذ دروس. علاقة ليلى بالخيل من سنوات، ليلى بالخيل وعندها طبع حب الحرية. بعرف عن ليلى إشي، إنها بتنزل في البحر وبتسبح لحد مسافة ما تبطل تشوفها وبترجع على الشط كمان دور، وبتخيل علاقتها بالخيل هي نفس علاقتها بالبحر، تعطيها حرية ومجال الانطلاق. يعني الناس اللي بنادي الفروسية انبسطوا على الفكرة وصاروا يحبوا إنه يدربوني، وكان إيجابي. في ناس إنه لإيش ومش لإيش وبلاش توقعي، قصدي مش بالنادي يعني، وفي ناس إنه فكرة كتير حلوة نيالك. الحقيقة إنه ما شاركتش بمسابقات، بس يعني بحس بسرعة بده تدريب، يعني بده تدريب. انتقلت من خطوة لخطوة يعني، بس مش متذكر الوقت، لأني عملت هالحقيقة من شان حالي يعني، يعني لمتعتي عملت هاي القصة. تخيل عادات والتقاليد في مجتمعنا، ليلى تحدثها لما قررت إنها تأخذ هاي الهواية. بأخذها لهاي الهواية هي قدرت تكون حدا مختلف، حدا مميز، حدا كتير جريء. وبتخيل كمان المجتمع مش قادر يستوعب إنه حدا كفيف قادر يكون عنده هاي الهواية وقادر يمارسها بكل حرية. إنه ركوب الخيل وغيره لكل الناس، بقول إنه الحياة مش بس شغل وأكل ونوم، يعني كمان رياضة، وركوب الخيل رياضة كتير رائعة وكتير بتهدي النفوس، بشجع الكل يمارسها. ليلى غير هيك ربط فينا إشي تاني اللي هو تقبل الغير، ما عرفتنا على في حياتنا بطفولتنا ما كناش بس ملتزمين بفئة واحدة من الناس، عرفتنا على أنواع مختلفة من الناس، خلقت فينا ثقافة إنه في ناس مختلفين وفي ناس غير عنا ولازم نتقبلهم ونفهمهم. فليلى ربط فينا هذا الإشي، ربط الجرأة، ربط نوع من الشجاعة فينا، ربط التقبل عنا.